في الفيديو بتاع النهاردة هتتعلم بدائل تانية الجود باي، او ازاي تودع ناس او تقول لهم باي باي في طرق ومواقف مختلفة. يلا بينا. قبل ما نتكلم عن البدائل دي، خليني اقولك ان في بدائل فورمال، يعني ما ينفعش تستخدمها غير في مواقف رسمية مع ناس غراب عنك شوية او ما تعرفهمش كويس، وفي بدائل تانية انفورمال ممكن تستخدمهم مع حبايبك واصحابك والناس الغالية عليك وهكذا. يلا بينا نبتدي مع البدايل الفورمال او في المواقف الرسمية. اول بديل معانا انك تقول لحد see you later. see you later يعني اشوفك بعدين. ممكن كمان تقول له see you soon لو انت بتقلبه كده، اشوفك قريب يعني وانت اللي هتشوفه ولا حاجة. see you soon. see you soon. لو انت بقى بتكلم حد على الشات مش هتقول له see you، بتقول حاجة تانية. يعني لو بتكلم حد على الماسنجر او على الواتساب ممكن تقول له talk to you later. talk to you later يعني هكلمك بعدين، انا مشغول مثلا في حاجة. talk to you later. في موقف تاني رسمي برضو، بس لما بنيجي نكتب ايميلات وعاوزين نقفل او ننهي الايميل دوت، بنقول I look forward to، يعني انا بتطلع الى. I look forward to seeing you، بتطلع ان انا اشوفك. I look forward to hearing from you، بتطلع ان انا اسمع منك. لما تبقى بعت مثلا ايميل لحد في شكوى ولا حاجة وعاوز تسمع منهم بسرعة، عاوزهم يرجعوا لك بسرعة، فتقول I look forward to hearing from you. والجدير بالذكر ان to في الحالة دي بيجي بعدها الفعل محطوط عليه ing دايما ايا كان الفعل اللي انت هتجيبه. من الحاجات الجميلة برضو اللي ممكن تستخدمها في مواقف رسمية مع زمايلك في العمل لما تقول لحد have a nice day، يعني يومك سعيد. وممكن ما تستخدمش بس day، لو انت مثلا اجازة اخر الاسبوع ممكن تقول له have a nice weekend، او تقول لهم have a nice weekend. ممكن تقول لهم لو هم طالعين اجازة مثلا او كلكم طالعين اجازة تقول لهم have a nice holiday. have a nice holiday او vacation في الامريكان انجلش. فhave a nice وحط بعدها اللي انت عاوزه، بنستخدمها كتير جدا في المواقف الرسمية. نخش بقى على المواقف الغير رسمية او الناس اللي انت تعرفهم، واول حاجة معانا take care، يعني خد بالك من نفسك كده، خد بالك من نفسك. take care. take care. تاني حاجة لما تبقى الليلة كانت جميلة حلوة كده بس انت مضطر تسيب صحابك وتمشي عشان خاطر مثلا عندك شغل الصبح او اي حاجة، ممكن تقولهم بالانجلش nighty night. nighty night بدنا تقولهم good night. nighty night. nighty night دي برضو زي goodbye كده وانت سايب ناس وقايم تمشي. nighty night. عندنا كمان catch you later. catch you later اشوفك على الماشي، اشوفك بعدين. او ممكن تقول laters. laters. layers. عندنا كمان I'm off، يعني بصوا يا جماعة أنا خالع أنا ماشي، أو I'm out of here أنا لازم أمشي بقى. I'm off or I'm out of here. I'm out of here. عندنا كمان farewell، ودي كلمة معناها الوداع، بتقولها لحد مثلا حبيبك أو حد مش هتشوفه يعني مثلا لفترة معينة، فتقول له farewell then. الوداع بقى. farewell then. قالت لي من حبك أنا بمل وخلاص لازم أقول لك farewell وعجبي. اللي بعد كده وهي بريطاني شوية مش American accent زي ما احنا مركزين على American English، بس ممكن تسمعها وبنقولها بالبريطانية يعني هحاول. cheerio. cheerio. اوكي هي بتتقال كده يعني، المهم معناها باي باي، بس هتسمعها كتير قوي في بريدن او بريطانيا بقى انجلترا اسكتلندا. cheerio. كمان مرة. اخر حاجة معانا وهي كلمة ايطالي بس مع ذلك بتتقال كتير جدا في الامريكان انجلش، وهي تشاو. تشاو يعني باي باي بالايطالي بس بتتقال جدا في الانجلش. تشاو. الفيديو خلاص خلص، لو عجبك بليز شير اند لايك، وخليني اسمع منكم كل خير يا رب. مع السلامة.